زون ميكس رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا الرئيس السابق تراجع الرياضي التونسي السيدة عزيز زهير سي عزيز مرحبا بك مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين راديو اكسبرس مرحبا شنو الامور سيدي؟ ما نسيفة يعني الامور باهيه نكونوا باقي اوبتيميست حتى أم... كان آه آه العالم كله يمر بفتره فتره صعيبه تو اما نحاولوا نحاولوا باش نخموا على المستقبل ####بعدت شويه على الكورة ولا مازلت تبع الجمعية... لا ما, ما باقي مغروم باقي نتبع ترجي بطبيعة وجا- والكرة بصفة عامة يعني تعرف ثم الدربي اليوم تاع ميلان وتعرفني نحب الميلان آه. يعني مستيب... الكل تاعك تحب الميلان يسيبوني <applause> بكري شويه باش نتفرج نركز آه. آه. على الدربي آه. عند... آه. سمعت عندك ابون مو كل عام في الميلان الظاهر لي مانيش غلط اي تو نمشي نمشي مقابلة الكبار آه. آه, مش ابون مو لا مش ابون مقابلة مو. الكبار نمشي نمشي نتفرج فيهم عندي برشا اصدقاء في 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 ايطاليا آه. كي برشا توانسه الكره الايطاليه ونحبوا ايطاليا ونحبوا المقرونه ونبدأ وقريبة بلاد آه قريبة والحق آه عندهم تاريخ كبير ياسر في الكورة يعني شيء يفرج في المدارج وعلى الميدان الميدان أمورها باهية عاد السنة يعني يعني آه ما عادش تترشح لل... للشامبيونز ليج هذيك يعني نقطة ضعف آه من اللي مشى روسكوني آه عدة رؤساء جاء رئيس من الصين حتى حد ما يعرفه توا امريكاني عنده صندوق يعني فوند انفستيسمون استثمار ما نعرفش شنو المستقبل خاطر يلزم غرام راهو يلزم انسان باش يشد جمعيه يكون مغروم م. ويكون يحب ويفهم الكرة وهذا مش واقع هو مع مش صاير مع مع, مع الترجي مع الميلان <applause> قلبك في الترجي بالطبيعه الميلان جبتها انت ولا ترجي سي عزيز عام 99 ظهر لي كان غلط صحيح وقتها وقت وقت مع مع سليم شيبوب وقتها تسنى تسنى بهم وجبناهم عملنا مقابله وديه في في المنزل عبينا الملعب ومداخيل وفرجه ومن غادي يعني زدنا حسنا في العلاقه معهم امم ظهر لي انك وقيت صعوبات لي صارت العمليه احكي لنا شويه تفاصيل عليها وقتها سي عزيز. والله مقابله وديه في في شهر ديسمبر وقتها آه وقتها بتينو كراكسي آه مازال حي وموجود في 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 الحمامات آه نعرفه يعني نعرفوا علاقه عريقته طيبه مع 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 آه قابلناه قابلناه واتصل وتصل والميلان جات بلاش كانت وقتها تاخذ ألف آه دولار تقريبا آه كل مقابله وديه اما هديه لتونس يعني هديه للترجي جات و... ولعبت في تونس من غير ما... ما ما صرفنا عليها. شديتوا صحيح باش تخلصوا لها تساكر ظهرين انتم. وقتها اي صحيح آه احنا حبينا نخلصوا تساكر حتى هم قالوا لا ما... قلنا لهم لا وقتها سليم شيبوب شد صحيح قال على الاقل نخلصوا لهم تسكر الطياره. باهي شنو علاقتك اليوم بالترجي تبع ترجي من بعيد ولا في اتصال ولا قريب كيفاش؟ لا باقي نتبع عندي اللوج متاعي عام كامل في ال... في رادس حتى كان توا مقابلات بدون جمهور علاقتي طيبه ياسر مع مع حمدي المدب. مم. مع رياض بن نور، مع معين شعباني مع الملاعبية نحضر في المقابلات الكل ووقتي ثم لقاء كبير نحاول باش نكون موجود في في البارك. مم. تتصل دينا بحمد المده بلا يسترجع فما اتصال بيناتكم ولا ساعات لا بقي اتصال نعرفوا يبدا لاهي برشا ما تكلمتوا آه... ي... م... عندي تقريبا اسبوع توا هنيته على البطوله ونقعدوا نقضوا باقي آه... يعني احنا اصدقاء من قبل من ولاد حومه كما نقولوا كنا كبرنا مع بعض بعضنا اي حيني حيني. اي صحيح كبرنا <applause> شويه مع بعضنا في الحومه و... ونعرفوا بعضنا من من زمان وكان و... نائب رئيس وقتها ومن بعد طلبت طلبت منه بشي 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 يواصل وقت غدرت الترجي امم آه... تحكي في الكوره؟ نحكي <applause> نحكيو في الكره صحيح نحكيو في الكره ياخذ رايك تعطي رايك في الترجي ياخذ راي ياخذ راي ونسمو لا مو تعرف هو عايش عايش كل يوم في في البارك يعرف خير مني آه، اخبار الجمعيه اش صاير مش صاير انا البعيد يعني المردود تاع الفريق يفسر لي يفسر لي شو صارش ما صارش اللاعبين اللي باش يجيو اللي باش يغادروا اللي نجم يشدهم واللي صعيب برشا باش يشدهم وكلامه معقول على كل يعطيه صحه اللي اللي قام به آه الطاقة اللي والفلوس اللي آه آه لفايدة آه فايدة الترجي. تعاون ماليا ولا شوي شوي؟ نعاون باقي باقي سبونسر حتى كان يظهر لي ترجي ما, ما, ما تسحقش يعني إعانة آه كبيرة آه الحمد لله بلاهي بكل شيء أما باقي سبونسر في الصالة في, في الملعب آه موجود. في 2010 ظهر كنت أكثر سبونسر أكثر هذا اللي في على المريول كان حاجة هكا؟ كنت على المريول صحيح كنت على المريول ومن بعد آه كلمني حمد المدّ قال والقاو سبونسر اللي عطا برشا فلوس للترجي وقال لي قال لي نغيروك من المكان قلت له لا مبروك مبروك عليكم مبروك علينا ونبدوا من من سبونسور يحتمل يعني الفتره جاية نرجع نرجع المريول فهم ثم امكانيه فهم امكانيه حتى كان توا يعني الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد نتاع الشركات مايش كما في بعد 2010 اما السبونسورينغ الرياضي يعني موجود في الـ في الـ في شركتنا ونعاون ونجموا نجموا غدوه نرجعوا يعني على المراور حتى فرق الاخرى نتاع كره اليد وكرة كره كره السله. امم، نحكي شويه شنو رايك في الترجي اليوم؟ قاعد مر بفتره جديده يعني ما نساوش يعني سته ملاعبيه غادروا الفريق مش ساهل باش تعوضهم ملاعبيه كمان نكوم وشعلالي وبن محمد وبقير و يعني جابوا ملاعبيه جدد الترجي فريق يعني سعيب ضغط كبير ياسر آه ثم بريسيون كبيره كبيره برشا على الملاعبيه حتى ملاعب يبدا قوي في جمعيته كي يجي للترجي آه كان ما عندوش شخصيه قويه ينجم يضيع امكانياته مم. يعني موش موش ساهل باش ينجح في في الترجي آه يجي في العاصمه وتعرف بلاد كبيره وحبات آه الترجي موجودين في كل مكان يعني يتبدل عليه الجو ثم اللي ينجح خاطر عنده شخصيه قويه ويعرف ينظم اموره ثم اللي ضاع شويه ضاع شويه ولا حس بضغط كبير برشا نحكي عن الملاعبيه جدد اللي جاو كيما شكون مثلا مازال ما قصفنيتو بعض الملاعبيه اللي 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 جاوا توا تزيريه بعض منهم يعني آه بدران نجح مثلا وظهر كان يعني بدران شويه الشتي الباقي الكل مازال الشتي الشتي حتى كان مردود نتاعو على كان خير خير صحيح. من خير من توا آه الاخرين ملاعبيه كي شفناهم آه في الفرق الاخرى ما لقوا صعوبة في الترجي كما قلت راه مو موش سهل النجاح في الـ في الـ في الترجي وبليلي وبدري مشاو يعني تغيير تغيير باش نطلقوا توا فترة جديدة من عبيا من جدد يظل ثم ملاعبي جاي من نادي صفاقسي ورجع اي شع... ورجع الشعلالي ورجع بن رمضان حمدي النقاز 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 على اليمين مشي عاون برشا انا فرحان خاطر تحس لي ثم 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 تسير يعني قاعدين يفكروا مسؤولين باش يعوضوا الملاعبيه المعبية اللي باش اللي لقاو يعني عروض كبار ياسر في الخارج صعيب باش باش تشدهم يقول لك الملاعب انا ربحت كل شيء معاك تعمل مزيه سايبني بارك الله فيه نسيبوه ونجيبوا ملاعبي نحاولوا نعوضوا به ماهوش ساهل باش تعوض بليلي مثلا امم صحيح ترجي السنه بطل تونس ظهر حاجه مش جديده في ترجي متعود بالبطولات توج بلقب السوبر كوب كيفاش تشوفوا كيفاش تعتبروا كيفاش تقيموا موسم ترجي السنه ناجح فيش المتوسط هي البطوله كلها بال بالكوفيد يعني من غير الجمهور وبطلوا التمارين رجعوا ثم شكون مرض التركيز ضاع بعض نوادي كبار عندهم مشاكل ما قدموش مردود يعني باش ينافسوا الترجي كيما 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 قبل كي رجع الترجي صحيح المردود نتاعو ما كانش كيما قبل الازمه اما فاز بال بال بالبطوله وخلط نهائي كاس أه، لقى فريق حاضر اتحاد أه، مستير يعني أه، يستحق الانتصار فك الـ فك, الـ فك المقابله أه، فاز بالسوبر كوب آه تو ركزوا على الـ على الشامبيونز ليغ الانتقادات أه، المعين كيفاش تشوفها سي عزيز رغم اللي عمل اللي ما عملوا حد زوج تتويجات في الشامبيونز ليغ لكن دي ديما فما كلامات على الاداء وطريقه اللعب كالعاده يعني ترجيك كيما قلت جميع صعيبه جمعية صعيبه نحبوا الربح ونحبوا اللعب الجميل ونحبوا الاهداف ونحبوا الابطال معين وقت جاء جاء في فتره صعيبه نظم الامور يفهم الكرة معين ولد جمعيه ربح ربح الشامبيونز ليج <applause> أه كما قلت لك تغير تغير, تغير, تغير اللي كله يعني محسوب الشطر تغير حتى كي كي, كي رجعنا أه بونزوت تضرب وثم ملاعبيه كما العوني زاد تضرب ما ملقاش ما اللي معمل عليه هو في في, في رجوع البطوله لي روبير ضاعوا شويه فهمتي تعرف الكره سبور كولكتيف يعني سبور كوليكتيف يعني اللاعب لازمهم يلعبوا مع بعضهم باقي ويستانسوا بعضهم يظن تو باش يخدموا باش يخدموا على قاعده بالرجوع للملاعبيه اللي سميناهم عندنا عندنا عن فرصه كبيره في الشامبيونز بالنسبه للستاف تكنيك مع مواصله معين الشعباني يزيه يمشي معين ولا ما بقى ابسولوت شويه مراجعات لنفسه معناه لا يراجع نفسه هو معين انا نحكي معاه هنا يعرف شو 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 المشاكل وعارف علاش علاش قادم يعرف جمهور صعيب كان يظلي كثروا شويه يعني بعض بعض احباء بعد ما بعد ما خسرنا ضد ضد المستير انا كجيت جيت بوقت رئيس جمعيه نخليه نخليه هو الستاف نتاعو أه وين تشوف لي بوست يحتاج شويه عزيزات في يحتمل قدام كما قلت لك بلايلي وبدري مشاو آه يعني ذبينا على افونسونتر آه قوي كما كان عندنا مايكل وحتى نيونغ في الوقت من الاوقات وقت الوقت اللي جاء على الاول آه اللي اللي يرزن على الدفاع آه ونزيدوا ملاعبي ملاعبي على اليمين وظليل المرزوقي توا على اليمين ينجم ينجم يعاون هوني على اليسار وسط الميدان توا كان يقعد كوليبالي يظل يعني ورجعوا شعلالي وبنوفاني يظل عنده عنده ال كل معين. التالي كيف كيف نجاز على اليمين الوسط هذا يكمل يكملش خليل شمام مع مع الأولاد الاخرين. عنده زوز صوراس مرمى. زول اي كامل افكتيف تو. حمد لله تقريبا ثلاثة ربي طلاب في فترة مع تراجي التونسي تونسي كيفاش تقيم الفترة نتاعو سي عزيز؟ أكثر من هكا اش ما خيرش يعني لا ما خيرش ما خيرش ترا الشامبيونز ليغ يعني فرحنا الحق ااا أه كهو هذا معناتها الوقت وكما قلت حتى من الفلوس ومغروم أه يعني ما نجمو كان نقولوا بارك الله فيك وواصل. <applause> تنجموا أه، نعتبروا افضل فتره للترجي في فتره حمد المدب ولا لا؟ أه، كان نشوفوا الارقام الارقام يعني أه، ثلاث مرات تشامبيونز ليج وتو يذولي اربع بطولات على التوالي أه، يعني ما عنديش البالماريس نتاع نتاع الروس الاخرين اما ربحنا برشا مع مع سي حسين بالخوجه مع مع سليم شيبوب يعني أه... اما الفتره هذه صحيح اللي اللي بالشامبيونز ليغ والمشاركه في, في كاس العالم عدينا عدينا بالي اخر إيه <applause> <applause> ال <applause> <firefight> اي ما جاوبنيش انا قلت لك الشامبيونز ليغ ثلاثه حتى حد ما ربحهم ولذلك نقول هو احسن احسن ليس عنده توا عند عند حمد عند حمد انت وين تحط روحك الفتره بتاعك بذو اساتذه لا يعني ما نحكم على روحي يعني انا جيت في فتره فتره خاصه يعني في وسط الموسم سليم شيبوب قدم استقالته وقت شهر نوفمبر 2004 كنت كنت معاهم انا في الهيئه المديره اما ما كنتش مسؤول معناتو كبير في 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 في, الترجي طلبوا مني لحبال لجنه الحكماء يعني كوميتي دي ساج ايضا قالوا لي كمل الموسم ومن بعد عملنا عملنا جلسة عامة والأحباء طلبوا مني باش نواصل قعدت محسوب ثلاثة سنين آه العام الأولاني كان صعيب أما آه لميت لميت آه برشا مسؤولين اللي عندهم آه آه قدرة باش 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 يسيروا آه اللجان وال 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 آه يعني لي سيكسيون تاع الكورة والهوند وال 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 والفولي آه خدموا معايا برشا برشا ناس عاونوني عاونوني برشا بعد عام كما تعرف يعني آه فزنا فزنا بالثنائي في في كره قدم ثنائي في كره اليد وتريبلي في في الفولي أه كاس كذلك هذه زاد نعم في الثنائي اذا فما كاس اخرى ضد كاس اخر كاس اخر زاد مع, مع نادي البنزرتي أه فرحوا ولا رجعوا كانت نجم الملعب. تكون خير الفتره نتاعك سي عزيز كانت نجم تكون باقي نجم تكون خير يعني أه كنا كنا عندنا امل ما نقولش تفوزوا بالتشامبيونز ليغ الفريق كان متكامل لما كانش عنده نجوم كبار اما ضرينا أه شويه من التحكيم في المجموعات مقابلة في في المجموعات المقابله الاولى تعدلنا في ظلي مع الزمالك في الزمالك المقابله الثانيه تعدلنا في سوسه مع النجم يعني كانت كانت مجموعه قويه أه وكانت فريق من معانا معنا زاد الرابع ومن خسرنا في في تونس مع الزمالك بعد ما كنا رابحين صاروا أه شويه مشاكل مع الجمهور ووقتها أه زياد المساني كان معايا كان مسؤول على على الفريق الكابر وعلى فرع كره القدم أه خدم خدمه كبيره عوضنا وقتها برشا ملعبيه جبنا برشا برشا ملعبيه في 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 الميركاتو أه قال لي راه ما نجمش نواصل كان الجمهور آآ، ضدي وباش باش نضيقك انت ولذلك واصل انت وحدك وصلت وكما قلت لك يعني لميت معايا اصدقاء اللي 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 وقفوا معايا بالكدا ويعني نجاح جماعي نقولوا شنو خليك وقتها تخمم تشد ترجي <applause> سي عزيز؟ والله ما كنتش من نشد الترجي، وكما قلت لك يعني في موسم الموسم، آآ آآ العباد خافت شوية تقول لك كيفاش الجمعية بعد عشر سنة سليم شيبوب رئيس بالانتصارات كل اللي نعرفوهم، إيش باش يصير؟ إيش باش يصير؟ على الأقل ولد الجمعية يعني الوالد الله يرحمه كان يلعب في الترجي وكان وكان رئيس الترجي زاد يقول لك ولد الترجي نعرفوه آآ آآ يفهم الكورة قبلت قبلت خاطر ضغط كبير ياسر وقلت هذه هذه مسؤوليه وبعد ثلاث سنين الحق ما نجمش نواصل برشا خدمه عندي وقت فك الوقت عندي شركاء اجانب قالوا لي قالوا لي هذه ترج هذه حاجه كبيره ياسر يعني تطلب برشا وقت وانت عطيناك مسؤوليه يعني لازمك لازمك تختار واتفاهمت اه مع وحكيت مع حمدي المدب وهو وصل والحمد لله. اها الوقت نعرفوا سي عزيز كان النظام يتدخل في كل شيء، كان موافقين وقت النظام السابق انه معناتها مو اي حد يشد ترجي، كيفاش كانت علاقتك وقتها بالنظام؟ والله وقت شديد شديد الترجي يعني طلب من كما قلت لك من الكوميتي دي ساج عندنا لجنه الحكماء اللي هي وقت الازمات الازمات تبدا هي تتداخل وقتها طلبوا مني بعد ما حاولنا باش ننقعوا باش نحكيهم مع سليم شيمبو باش يواصل على الاقل حتى اخر الموسم ما حبش قالوا ما نجموش نسيبوا الجمعيه وطلبوا مني الـ الـ السلطه قبلت هذا الكل يعني كي تشوف انت الاحباء والقدماء الكل طالبين طالبين شخص باش باش يشد فك الفتره هذيك اما ما حتى حد ما داخل في 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 العمل نتاعنا ووصلنا وعملوا لاني ما, ما ربحناش عمل الثاني ربحنا هذيك الكرة باهي نعمل فاصل بي بي سي نيوز وبعد مواصلين الحوار معنا عزيز زهير السيد رئيس سابق